ولتحقيق هذه الديناميكية التي نطمح تكريسها عبر استثمارات فعالة تشمل كل القطاعات والمجالات الممكن استغلالها بما فيها قطاعات الخدمات كالرقمنة والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكوين والتعليم العالي والتعليم، الخدمات البترولية، الغاز والكهرباء، التنمية أو التنمية والبنية التحتية، النقل إلى آخره على سبيل المثال ولا الحصر. إن المراهنة على إنجاح هذه الشراكة ترتكز على عوامل عدة وقواسم مشتركة بين البلدين كالتاريخ والثقافة والمصير المشترك. ونجاح هذه الشراكة يكون عبر مرافقة ملموسة وبراغماتية لرجال الأعمال في كل من ليبيا والجزائر، بداية بإعادة تفعيل دور مجلس رجال الأعمال المشترك الجزائري الليبي من خلال الدور المؤسساتي لغرفة التجارة والصناعة في كلا البلدين.